فرقة بتشكل الفنون التلقائية، ودي تعتبر واحدة من أهم فرق الفنون التلقائية داخل جمهورية مصر العربية، اللي بتعبر عن التراث الشعبي والفلكلور النوبي الموجود في جنوب مصر وتحديدا في محافظة أسوان. هذه الفرقة العريقة سافرت إلى دولة تونس بالأمس ويوم 20/12، وذلك للمشاركة في مهرجان التمور المقام بدولة تونس لمدة 5 أيام ابتداء من 20 إلى 25/12/2014. هذه الفرقة سوف تقدم العديد من التابلوهات الفنية الراقصة التي تعبر عن الثقافة الشعبية الموجودة في جنوب مصر، وكذلك التراث الشعبي والعادات والتقاليد الموجودة، وهي رسالة سلام للآخر تقدمها فرقة توشكا إلى شعب تونس وإلى الحاضرين والجمهور الكبير الذي يحضر ويستمتع بمهرجان التمور المقام في دولة تونس. ولا شك إنها واحدة من أهم الخطوات الهامة نحو تعزيز العلاقات مع الدول، حيث أن الفرق الفنية التي أنشأتها الهيئة العامة لقصور الثقافة من أجل الحفاظ على الفنون الشعبية والفلكلور من الانتصار، إنما هي تقدم واحدة من أهم الفعاليات السياسية، فهي وجه سياسي آخر غير الوجه الثقافي الذي تقدمه هذه الفرق الفنية عند السفر إلى بلاد أخرى، تقدم من خلال مسارحها عروضا. هذه العروض تتسم بالثقافة المصرية الأصيلة والفلكلور والتراث الشعبي الذي تقدمه هذه الفرق العريقة، فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.